السلام عليكم. كان في قصة اتكلمت عليها قبل كده ان هي ان انت بتاخد موقف من شخص من غير ما تعرف هو عمل كده ليه، اللي هي قصة لما كان شخص دخل مع القطر ومعاه ولدين، والولدين قاعدين يجروا في القطر، والاب قاعد وهم عاملين بيزعقوا في كل مكان، والاب مش مطنشهم او مش سامعهم. فالكاتب اللي كتب القصة دي قال ان هو قاعد جنبه وعايز يقول له الاولاد سكتهم، فبيقول له انت كويس؟ فالاب قال له ايه؟ قال له انا مراتي لسه ماتت حالا. الكاتب نفسه قال ان هو الاولاد ما سمعش صوتهم اطلاقا، وركز مع الشخص. فحط نفسك مكاني، اي شخص بيعمل حاجه او بيتصرف بتصرف معين لازم تشوف هو بيتصرف كده ليه، اكيد في حاجه خليته يتصرف بالشكل دوت. وده ليه خليك تفكر قبل ما تاخد رد فعل مضاد مع اي شخص، افهم هو عمل كده ليه، افهم هو عمل كده ليه. خصوصا لما بتلاقي مثلا بين الازواج تحديدا، بتلاقي مثلا الزوجه زعقت لزوجها وهي مش متعوده ان هي تزعق له، فهو يروح ايه متزعق لها وبتخانق معاها. ثواني، قبل ما تزعق لها هل هي متعوده تعمل كده؟ لو الاجابه دي مشكله تانية، لو الاجابه لا يبقى اكيد هي عندها مشكله، وتحاول تقرب وتقول لها هو في ايه؟ مالك؟ لو ما حاولتش ترد عليك دلوقتي ممكن تسيبها وتيجي بعدين. ونفس الفكره في الاولاد، لو انت عندك اولاد مثلا او لو عندك حد في الشغل واتصرف تصرف انت مش متعود عليه انه يتصرف بالشكل دوت، سيبه وارجع له بعد شويه شوف ماله في ايه. عشان كده لما تحط نفسك مكاني هتشوف حاجه انا مش شايفها. اكيد انتوا شايفين الزاويه اللي ورايا، اي صوره ورايا انا مش شايفها بس انت شايفها، واي صوره انا شايفها قدام انت مش شايفها، فكل واحد شايف حاجه من وجهه نظره. عشان كده برضو اتكلمت على فيديو لو كتبنا مثلا رقم 2 و6 وكل واحد واقف في زاويه هيقرا ده 2 وده 6 مع ان هي 2 مع ان هي 6 وهكذا. فحط نفسك مكان الشخص قبل ما تحكم عليه اي حكم، ايا كان الشخص ده عمل ايه، ايا كان رد فعله، ايا كان الحاجه اللي خليته يتحرك للشيء دوت. حط نفسك مكانه، لان في بعض الاوقات في ناس بيبقى عندها بتبقى ضعيفه ومحتاج ان حد ينصحها، بس حد ينصحها يطبطب عليها، محدش ينصحها عشان يبين لها ان هو احسن منها. هقول تاني، في ناس بتبقى محتاج ان، وعلى فكره الناس دي بتبقى كلنا ما بستثنيش حد، كلنا بتبقى محتاج في لحظه من اللحظات ان حد يجي يعمل لك كده، يقول لك معلش، يقول لك هتفرج، يقول لك هتقدر تعملها، يقول لك ما تيأسش، يقول لك كمل. فخليك انت من ضمن الناس اللي بتعمل كده، ما تبقاش من ضمن الناس اللي بتحط ضغوط على الناس التانية عشان عايزين نتيجة في النهاية، اللي هو لازم اضرب ولادي عشان يتعلموا صح، او لازم ازعق لمراتي عشان تبقى كذا، او لازم اعذب الناس اللي شغالين معايا او اخصم عليهم عشان يتعلموا. مش طول الوقت الموضوع ده بيمشي، مش طول الوقت الموضوع ده بيمشي. في اوقات بيمشي صح بس مش طول الوقت، ومش معنى كده ان انت لازم تضرب حد، ما اقصدهاش بالشكل ده طبعا. خد بالك انت بتتصرف ازاي، وحط نفسك مكان الشخص عشان انت ما تبقاش في يوم من الايام مكانه وتتمنى ان حد يجي لك ويقول لك معلش. السلام عليكم.